المزيد تعليقا على كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنضم إلينا أو ينضم إلينا السيد جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، برحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني يمكن الرسائل التي لمسناها وقرأناها من كلمة فخامة الرئيس اليوم هي يعني يمكن أن احنا نلخصها في محور سياسي ومحور إنساني. كيف قرأت كلمة فخامة الرئيس اليوم أستاذ جميل؟ هي بالطبع كلمة مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا بتأتي في إطار التصريحات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر حتى اليوم. طبعا رسائل مهمة جدا، رسائل إنسانية أهمها طبعا أن الشعب المصري منذ بداية الأزمة حتى الآن هو بيقدم كل إمكانياته، والدولة المصرية بتقدم كل إمكانياتها من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال المساعدات اللي بيتم تنفيذها من خلال العديد من الجهات داخل الدولة المصرية، التحالف الوطني ومؤسسة تحيا مصر وغيرها من المؤسسات طبعا. الهدف منها تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووصل حد المساعدات المصرية إلى 70% من المساعدات اللي على مستوى العالم أو اللي وصلت مصر من جميع دول العالم حتى الآن. النهاردة طبعا تم إطلاق قافلة جديدة خرجت اليوم لتصل إلى معبر رفح لوصولها إلى قطاع غزة، طبعا بجانب أن مصر قدمت مساعدات طبية كثيرة للمصابين من أبناء قطاع غزة من خلال علاجهم في المستشفيات المصرية، والأطفال والأطفال حديث الولادة وغيرها من المبادرات الطبية والإنسانية التي قدمتها مصر. ومصر ليست بعيدة عن دعمها لأشقائها من الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنهم خلال هذه الأزمة. على الجانب السياسي الرئيس أكد على التحركات المصرية. طب أستاذ جميل معلش خليني بس نتوقف شوية عند الجانب الإنساني أستاذنك. الضغط المصري على العالم ككل أستاذ جميل، تغيير وجهة نظر العالم. احنا شفنا من يوم 7 اكتوبر كان العالم او الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه تحدثوا عن دعمهم لاسرائيل ودعمهم لما تنفذه جيش الاحتلال والحكومه الاسرائيليه. لكن مع الرؤيه المصريه اللي تم عرضها بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته المتعدده مع قادة وزعماء العالم، وأيضا قمة السلام التي عقدت بالقاهرة والقمة العربية الإسلامية، بالطبع تم تغيير وجهة النظر الغربية بشكل كبير في الوقت الحالي، والجميع أصبح يتحدث عن حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية. وأيضا على الجانب الآخر رفضهم التام لاستهداف المباشر للمدنيين واستهداف المباشر للأطفال الذي تنفذه طبعا الآلة العسكرية الإسرائيلية. طبعا وجدنا أيضا يعني أستاذ جميل الشعوب جدا اللي هو عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. الرئيس النهاردة أكد على أن في خط أحمر جديد تم وضعه اللي هو دخول أو محاولة تهجير أبناء قطاع غزة إلى سيناء، وأكد الرئيس أن ده خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، وده مش رفض من الدولة المصرية أو عدم تقديم الدولة المصرية أي دعم للأشقاء، بالعكس مصر تستضيف على أراضيها في الوقت الحالي أكثر من 9 مليون ضيف من العديد من الدول، ولكن بالنسبة لأهالي قطاع غزة والفلسطينيين هو ليهم الموضوع يختلف تماما، لأن محاولة تهجيرهم هو نهاية للقضية الفلسطينية بشكل كبير. وزي ما قال الرئيس إن هم لو خرجوا من أرضهم مش هيعرفوا يرجعوا لها تاني. أما اللي بتستضيفهم مصر في الوقت الحالي عندهم أزمات، ولكن لديهم دولة هيقدروا إن هم يرجعوا لها بعد نهاية الأزمة. إذا كان في النهاردة كان خط أحمر واضح وصريح، وأكد الرئيس أن الحديث المصري اللي دائما بيتسم بالهدوء ويتسم بالعقلانية ده ليس ضعفا، بل بالعكس هو محاولة لتهدئة الأمور ومحاولة لتهدئة الأوضاع، ولكن هناك خطوط حمراء في حالة تعديها
مصر اعتقد انها سيكون لها راي اخر. نعم استاذ جميل، يعني احنا تحدثنا هنا على الجانب الانساني، وايضا حضرتك تحدثت عن الجانب السياسي. انا عايز نرجع تاني قليلا الى الجانب الانساني. فخامه الرئيس النهارده كان ركز في اكثر من مره على ان المعبر لم ولن يغلق في وجه المساعدات، وذلك يعني كان هناك العديد من الابواق الاعلاميه الغربيه التي كانت يعني بتحاول الترويج الى ان مصر هي السبب في عدم وصول المساعدات الى اهالي غزه. كيف قرات هذه الرسائل من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هي طبعا رساله مهمه جدا، لان كان في هناك العديد من الشائعات اللي كانت بتصدرها زي ما حضرتك بتقول الابواق الاعلاميه المعاديه للدوله المصريه وبعض الجماعات المعاديه للدوله المصريه كانت بتسعى الى تزييف الواقع وتزييف الحقيقه بان مصر تغلق معبر رفح امام المساعدات. بالعكس تماما، مصر منذ اليوم الاول ورأينا والجميع دول العالم رأت وعلى جميع الشاشات القافلات المصرية التي عليها المعونات تقف عند معبر رفح، ولكن الرئيس أكد اليوم المعبر لم يغلق، ولكن على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تم قصفه 4 مرات الجانب الفلسطيني. لهذا السبب كان يجب أن يكون هناك فترة لتأمين القافلات حتى تصل إلى مستحقيها. نعم. العالم من أجل الضغط على إسرائيل لمنع قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نعم. لسهولة ويسر إدخال المساعدات، وهو اللي أخر دخول المساعدات لفترة. احنا شفنا الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش وهو يقف أمام معبر رفح ويتحدث عن دخول المساعدات، شفنا أيضا المؤتمر الصحفي العالمي الذي لرئيس الوزراء وأيضا للرئيس هيئة الاستعلامات من عند معبر رفح. إذا معبر رفح كان مفتوح من الجانب المصري ولم يغلق، ولكن هناك كانت معوقات تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وحفاظا على سلامة الأرواح وحفاظا على سلامة المساعدات. مصر اضطرت أنها من خلال ضغطها السياسي الذي نفذته الدولة المصرية بشكل كبير على أغلب دول العالم من أجل الضغط على إسرائيل لوقف قصف معبر رفح وإدخال المساعدات، وهو تم. وكان في نقطة مهمة جدا، أن مصر رفضت دخول أي جنسية أجنبية من قطاع غزة إلى مصر إلى بعد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وده كان موقف أيضا مهم جدا للدولة المصرية ويدرك به أنها تدخل المساعدات ولا ومنعت دخول حاملي الجنسيات الاجنبيه بدون دخول المساعدات، وده كان نقطه مهمه جدا في ادخال المساعدات لقطاع غزه. نعم استاذ جميل، انت حضرتك كمان تحدثت عن رفض مصر او الخط الاحمر من الدوله المصريه للرفض القاطع الواضح لفكره التهجير القسري للفلسطينيين، وذكرت أن يعني نحن هنا لا نزايد أو لا نسمح بأحد أن يزايد على الدور المصري. مصر بالفعل تستقبل نحو 9 ملايين ضيف، ليسوا لاجئين، هم ضيوف على الأرض المصرية من ناحية. من ناحية أخرى، مصر لم تنتهج مثل ما انتهجت بعض الدول في يعني الإقليم التي تطلب مساعدات يعني لاستضافتها لاجئين على أرضها. مصر لم تفعل ذلك. كيف قرأت تصريح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد؟ هو طبعا تصريح مهم وتأكيد مهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر تفتح أراضيها لأي لاجئ أو من يطلب اللجوء إلى الدولة المصرية أو من يطلب الأمن الدولة المصرية. ده تأكيد على أن مصر هي الدولة الآمنة القادرة على احتواء أي شخص بيطلب الأمن والأمان من هذه الدول. ولكن على الجانب الآخر، مصر لا تزايد
احنا شفنا العديد من دول المنطقة حدث فيها أزمات منذ فترات طويلة، ومصر تستضيف على أراضيها أبناء هذه الشعوب نظرا للظروف التي تمر ببلادهم، ولكنهم على الجانب الآخر هم عندما تهدأ الأمور سيعودون إلى بلادهم. مصر لم تزايد على وجود هؤلاء الضيوف على أراضيها، مصر لم تطلب مساعدة من أي دولة في العالم من أجل ذلك. مصر أيضا لم تقيم لهم مخيمات أو خلافه، بالعكس تم دمجهم داخل الدولة المصرية ودمجهم بين أبناء الشعب المصري واستضافهم الشعب المصري ولا يزال على أكمل وجه. ولكن على الجانب الآخر يجب أن نؤكد على نقطة مهمة جدا جدا، إن هي بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة لأشقائنا في قطاع غزة القضية تختلف تماما. نحن نتحدث الآن عن قضية وطن، عن قضية للشعب الفلسطيني. لا يتم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير الذي ترغب فيه أو الذي كانت تتخيل القضية الحكومة الإسرائيلية أنها قادرة على تصفية هذه القضية من خلال تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني منها. إذا مصر لا تزايد على وجود أحد، مصر تقدم خدماتها للجميع، ولكن القضية الفلسطينية تختلف تماما عن أي قضية أخرى وعن أي صراع آخر في المنطقة. كما ذكر فخامة الرئيس، إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها أبدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.